بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الكرام، أعضاء مجتمع الديوانيات وشبكتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم آخر من أيام مسابقة الديوانيات الكبرى في شهر رمضان لعام 1437 من الهجرة. يسرني ويسعدني أن أطرح على مسامعكم الكريمة السؤال 26 لهذا اليوم، يقول: متى تأسست المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية؟ ومتى تم إعادة تشكيلها في صورتها الراهنة؟ وكم عدد أعضاء المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية؟ وكم يوجد في المملكة من مجالس بلدية؟ يرجى الإجابة على هذا السؤال عبر الديوانيات أو شبكتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر، علما بأن آخر موعد لتلقي الإجابات يوم 20 شوال 1437 من الهجرة. مع طيب الأمان لكم بالتوفيق والسداد، أخوكم ومحبكم ناصر الفرحان.